Hafidzul Quran. Bagi teman-teman yang sudah menghafalkan satu juz, maka wajib mengikuti ujian tahfidz dan akan diuji oleh Ustazah Rifatul Basita dan akan mendapatkan sertifikat dari MTs Negeri 4 Tulungagung. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rabbi ufir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Bacakan surat At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasy syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal 'isyaru 'uttilat wa idal wuhushu husirat in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasyaa ويل للمطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. شكرا الغشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا صدق الله العظيم.